بالظبط. لا وهي ايه اللي في اللوائح؟ لانه برضو في كتير بتتقال اصلا المشكله لازم اللوائح هو ايه اللي في اللوائح يتغير؟ هو انت بتحترمها؟ لا حتى اللي موجود، هو انت في لاعب له عقد بيتهم النادي المتعاقد معاه ان العقد غير صحيح، ويتهم اتحاد الكره اللي كان موجود وقتها انه ما اشتغلش قانوني صح في توثيق العقد وراح سافر بره. النادي البرتغالي عنده عقد معاه، الاهلي استخدم هذا الحق القانوني لانه عنده احتياج فني. طيب كهربا اللي كان بيتقال انه موجود في قائمة الزمالك ازاي اتشال في سبتمبر؟ مين اللي شاله؟ مين اللي حصل بعد القيد؟ ما هو ده السؤال. هو دلوقتي اكتشفوا الزمالك ما سجلش الكهرباء في قائمته. طب دي خلصت. عارف كهرباء دي في حد ذاتها لما تشيل لاعب من قائمتك بقى فري. بالظبط. لما الكابتن جمال عبد الحميد يقول الاهلي هو اللي عمل اللعبه عشان الزمالك يخسر الدوري. الزمالك الاهلي هرب كهرباء في اخر اربع ماتشات. لا لا انا معاه في حاجه لما تاخدها تلاقي المنطق بيقول كده. اصبر عليا اصبر عليا. ده منطقي جدا كلامه. لان الاهلي اصر على تاجيل الدوري لما بعد البطوله الافريقيه عشان يلحق يحرض كهرباء عشان يهرب. وكأن الاهلي ما كانش بيقاتل عشان الدوري يخلص في ميعاده. وكهرباء يلعب معاهم. لا كمان لما يتقال برضه كابتن جمال لما يتقال انه ده الاهلي مش ماشى كهرباء بس، ده ماشى جروس وخرب الفرقه. لو كان الوقت يسمح كنا هنمتعكم بفيديوهات رئيس نادي الزمالك في كلامه على جروس، واعتقد كلكم حافظين الكلام. كان الاهلي ماله؟ كان الاهلي هو اللي وقع ما بين جروس والزمالك؟ الاهلي كان السبب في كل الاتهامات اللي وجهت لجروس؟ ما اعتقدش انه كان يعني حد مش عارف كل اللي اتقال عن جروس وطبيعه او ظروف اللي مشي فيها هذا المدرب. لكن برضو اهو الاهلي السبب اللهو الخفي. بس كهربا اللي الاهلي حرض على مشيانه ده وصل الامر اربع ماتشات يرجع لثلاث سنين ولا اربع سنين ويقول لك ده ضيع ضربه جزاء في السوبر. طب ما هو اللي تسبب فيها وهو اللي جاب الجون التالي. هو اللي كنت هتعمل له مقام. الله. مقام سيدي كهربا. طب ما نشوف بس علشان يبقى الاهلي في راي الكابتن جمال عبد الحميد هو اللي هرب كهربا في اخر اربع ماتشات. طب ما هو مهيب عبد الهادي الزميل العزيز اللي كان بيسمع للكابتن جمال هو صاحب الانفراد، امتى كهربا هيمشي من الزمالك؟ نفكر. كان في فيديو عرضناه بس الناس بتنسى، حذرنا فيه وقلنا لنادي الزمالك ان كهربا ماشي وعنده مشكله، خدوا بالكم، لان برضو في واحد في النادي دلوقتي او في الزمالك عنده مشكله ممكن يمشي، خدوا بالكم. شوف كهربا عشان تاخدوا بالكم من كهربا، لان في لعيب ممكن يبقى زي كهربا تاني في نادي الزمالك. هو مدافع على فكره. نشوف الفيديو نرجع مع بعض. عروض كتير؟ عنده عروض كتير. ازاي؟ عنده عروض كتير جدا لان عقده هينتهي في شهر 6. هينتهي في شهر 6؟ كهربا قال لي كده. انا صريح. كهربا راح النادي الاهلي. من 10 شهور قلنا الكلام ده. من 10 شهور من شهر 2 نفس الكلام دلوقتي بنقول اهو دلوقتي. في بعض اللعيبه في نادي الزمالك لازم تتظبط. تعالى اقعد ظبط. سد بقى عندك ثغره هنا سدها، عندك هنا حاجه اعملها، عندك حاجه هنا اعملها. قفل قفل قفل. في كده لو في اخرام كده قفلها سدها. مش عايز براحتك. عشان ما ارجعش اقطع الحلقه دي تاني. يعني يا كابتن جمال ده مهيب بيحذرك وبيقول لك من شهر 2 كهربا ماشي. كاس الامم اللي انت بتتكلم عليها كانت 20/6. فين الاهلي؟ ايه علاقته؟ بس كهربا بقى هو الاهلي بيه طلع قال انا هاخد فلان وهاخد فلان وهفضي لك فرقتك. ده احنا كل يوم بقى لنا سنتين عايشين الفيلم ده. هاخد منك وهسويه فيك وهعمل فرقتك بتتكلموا ازاي؟ كيف يتهم الاهلي؟ ومين اللي عنده هذا التوجه؟
لكن كمان ما تبقاش اللعيب الفري اللي اقدر اجيبه ما اجيبوش عشان ما يتقالش ان انا اللي ورا الموضوع. كنادي اهلي ازاي الكلام ده؟ طيب ما هو كهربا ايه هيتوه دمه بين القبائل. مهيب عبد الهادي انفرد وقال لك في شهر 2 يا كابتن جمال، مش في شهر 7، في شهر 2 الراجل قال لك كهربا ماشي. كريم حسن شحات قال حاجه ثانيه خالص وبرضه بينفرد. نشوف. انا قايل على موضوع كهربا واحنا في البرنامج هنا قلنا يوم 28/7، يعني من حوالي 4 شهور ونص، كان لسه الدوري البرتغالي ما بدأش، وكان لسه حتى الدوري المصري ما بدأش، وقلنا ان كهربا هينتقل الى النادي الاهلي. خلينا نشوف كده الفيديو ده وبعدين نتفرج على ماتش الاهلي ودجله وبقيه الماتشات. وزي ما قلت لكم قبل كده، واضح جدا ان كهربا رايح فريق ديبورتيفو قفش ده مجرد محطه، مجرد ترانزيت، ان مش فرقه كبيره، يعني مش فرقه كبيره اللي هي تبقى طموح كهربا ان هو ينتقل، يعني مجرد ممكن 6 شهور لغايه شهر يناير وبعدين يرجع على النادي الاهلي. ده اعتقد السيناريو ده كان يعني جزء من حلقه في كوره كل يوم بتاريخ 28/7. اول ما كهربا سافر الى البرتغال، او كان سافر قبلها تركيا وكان في مفاوضات مع احد الانديه التركيه وبعدين ما نجحتش المفاوضات فانتقل للبرتغال، نادي سبورتيفو قفش البرتغالي ووقع. واحنا هنا طلعنا قلنا الكلام اللي انتم سمعتوه، ان كهربا انتقاله للبرتغال دي هتكون محطه لعودته مره اخرى للنادي الاهلي. على فكره بس هي المشكله كلها انه كان لابد من الزج بالاهلي في اي مشكله تحدث. ها؟ لان لحد اسبوع فات ولا من 10 ايام كان في كلام، هو كهربا في بيراميد ولا في الاهلي؟ كان كده؟ ايوه كلام؟ يعني يعني هو 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 الفكره كلها كهربا كان عايز يحدد موقفه. انا مش هو كان وجهه نظره ودي كانت واضحه للي مش للي عايز يشوف، انما اللي عايز يتجاهل ويلوم غيره هيفضل سايب النقطه دي. كهربا كان عنده مشكله ان عقدي ده ما ينفعش يتسجل، تعال نقعد ونتكلم في حاجات جديده. الظاهر انه اتوعد مره واثنين وثلاثه زائد المعاملات اللي كان بيتعاملها خليته خد قرار. طيب كهربا دلوقتي متاح، الاهلي من حقه يفكر انا عايزه كهربا دلوقتي منور ومحتاج ولا لا؟ الرؤية الفنية لا محتاجينه. ورغبة اللاعب انه يجي على النادي الاهلي. خلاص جه. ما تقعدش تقول لي هو انا قعدت الومك انت في نادي الزمالك لما كهربا جه ودخل اهو، بس لو الذكر يطلع العقد بتاعه بقى. لا انا بس عايز اقول حاجة، انا لا لومتك ولا اتكلمت عليك لما رحت تعاقدت مع كابتن عصام الحضري. صحيح. ولسه قضيته كانت شغالة وبيلعب بالبطاقة المؤقته وراح من الاسماعيلي زمالك اسماعيلي. وما الاهلي ما لا عاتب ده ولا عاتب ده، لا خلاص انا اللعيب صاحب اراده انه يروح الحته اللي هو عايزها، وانا خدت قراري وانا مش هيرجع لي. لحد انت ما تشوف الحكم هيكون ايه. ولما يعني لما الكابتن عصام مشي قعدنا نلقي بالتهم بقى على الاجهزه الفنيه وعلى على مين المسؤول اللي ساعده، وكان كل مصر بتقول له كان عندك حق كان عندك حق كان عندك حق. ليه دلوقتي هذا الحق ما ياخدوش غيره رغم الظروف مختلفه؟ ان دي بعد نهايه موسم كابتن عصام كان اثناء الموسم لعب معاك بالليل، لعب معاك بالليل وتاني يوم سافر بالليل بالظبط في المصري، لعب ماتش المصري الصبح كلمونا قالوا لنا ده في شهر فبراير. حتى الخيط كان خلص على الكاونتر بتاع سويس اير. المكالمه جات لي كده 9:30 الصبح، وانا يوم دخلت 28 فبراير. انا دخلت 2008. كان مالو جوسيه بيستعد نازل الملعب هو والفرقه. قلت لهم كلموني مكالمه دلوقتي كذا كذا كذا، فالموضوع كان كده خلاص.